دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد بهدف تطبيق للأفراد بهدف تحسين تجربة المستفيد وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء. كما وقعت الوزارة 5 اتفاقيات خلال مشاركتها في الحدث التقني الأضخم عالميا مؤتمر ليب. عبر الهاتف ينضم معنا معالي المهندس محمد الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة. مساء الخير معالي المهندس. مساء النور أخي جمال. حياك الله. خيرات لك وللسيدات والسادة المشاهدين. الله حيك. معاليك حدثنا عن مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب، إلى ماذا تهدفون من خلال هذه المشاركة؟ طبعا يعتبر مؤتمر ليب والمعرض المصاحب من أكبر الأحداث في المنطقة وعلى مستوى العالم، وبالتالي الوزارة دائما تسعى لتعزيز تواجدها في المحافل الكبرى لتحكي عن إنجازاتها في التحول الرقمي وتزيد الوعي بخدماتها التي تقدمها للمنشآت والأفراد. الحمد لله الوزارة أطلقت ما يزيد على 1000 خدمة إلكترونية تخدم كافة الفئات المستهدفة والتي تستفيد من خدمات الوزارة. فبالتالي أتت مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب من خلال توقيع بعض الاتفاقيات وكذلك إطلاق التطبيق الموحد والموجه للأفراد بالتزامن مع هذا الحدث الكبير. هل لك أن تعطيني يمكن تفاصيل أكثر معاليك عن تدشين تطبيق الوزارة؟ ماذا يقدم هذا التطبيق؟ من يخدم؟ قلت أنه يخدم الأفراد، لكن ماذا يقدم هذا التطبيق؟ نعم. نعم. توزعت يعني الخدمات في الوزارة على عدة منصات، وبالتالي أتت الحاجة إلى وجود منصة موحدة للنفاذ لخدمات الوزارة. فالتطبيق من أهم الأشياء التي يقدمها هو وجود نفاذ موحد لخدماتها تسهل على المستفيد الوصول لهذه الخدمات. اليوم التطبيق أطلق بإصداره الأول والذي يوجد فيه حزمة من الخدمات، منها إصدار البطاقات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك الوصول إلى الأنظمة واللوائح التي تستند عليها خدمات الوزارة، وكذلك خدمات أخرى. ونتوقع إن شاء الله أن يكون هناك إطلاق ربعي لهذا التطبيق ستزيد خلاله الخدمات تباعاً وتسهل على المستفيد الوصول لكافة خدمات الوزارة. نعم. جميل. تحدثت أيضا مهندس محمد يمكن عن الاتفاقيات اللي وقعتموها في من خلال مؤتمر ليب، هل لك أن تذكر لي بس إلى ماذا تهدف هذه الاتفاقيات؟ ما هي هذه الاتفاقيات؟ طبعا بكل تأكيد أخي جمال، الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز النضج في البيئة الرقمية داخل الوزارة وتعزيز تطوير الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. تم توقيع 5 اتفاقيات، منها 4 اتفاقيات مع شركات دولية واتفاقية مع شركة محلية، فيها خدمات دعم واستشارات، فيها تطوير لبيئة البيانات في الوزارة، وكذلك بعض الخدمات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك تجهيزات البنية التحتية المصاحبة لتمكين الوزارة أن تقدم أفضل الخدمات. نعم. شكرا جزيلا لك معالي المهندس محمد الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، متحدثا عن الاتفاقيات والتطبيق الذي أعلنت عنه الوزارة خلال مؤتمر ليب.